بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I apologize to those English channel. I'll be addressing this press conference in Arabic because I want my message to go clear to my people in Bahrain. شعبنا في البحرين عندما قرر الثورة في 14 من فبراير قررها لأنه صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا. قرر أن يثور لأن نظام آل خليفة لم يترك أي مسار أو قناة أو طاولة من أجل أن تنتقل السلطة ولو بصورة جزئية وبحالة انتقالية إلى الشعب، بل نكث بوعوده مرات ومرات، وكانت آخرها في العام 2002 عندما قرر حاكم البحرين أن يكتب دستور البحرين بنفسه وأن يجعل السلطات كلها في يده. شعب البحرين عندما قرر أن يثور ثار لأن الأمم المتحدة تقول بشكل واضح أن للشعوب حقها في تقرير مصيرها. شعب البحرين عندما قرر أن يثور ثار لأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بقدرته على التغيير، لا يعتمد لا على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على الحكومة البريطانية ولا على أي من ما يسمى بالمجتمع الدولي. ولذلك استمرت هذه الثورة 9 سنوات، ولذلك هناك اليوم آلاف المعتقلين، وما زال هذا الشعب يمارس التظاهر، ما زال هذا الشعب ممسكاً بمطالبه وينظر إلى أهدافه ويرى النصر رأي عين. ما زال هذا الشعب بعد أكثر من 200 من الشهداء في هذه الحركة السلمية يصر على أن مصير الإنسان مرتبط بإرادته، وأنه إذا أراد هذا الإنسان الحر أن يموت فيجب أن يموت واقفا. اليوم الرسالة بوضوح هي هذه الرسالة. في 14 فبراير العام 2020 هذه دعوة لأن يخرج جميع أبناء شعب البحرين في التظاهرات، وكأن الأستاذ عبد الوهاب حسين يخرج فجرا من النويدرات ليفجر هذه الثورة. هذا الشعب مدعو في 14 فبراير يوم الجمعة لأن يخرج في تظاهرات، وكأن سماحة الشيخ علي سلمان ينضم إلى هذه التظاهرات. هذا الشعب مدعو في 14 فبراير أن يخرج إلى التظاهرات، وكأن الأستاذ حسن مشيمع يجمع شنطه لكي يغادر من لندن إلى البحرين. هذا الشعب مدعو لأن يخرج بقضه وقضيضه في 14 فبراير، وكأن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم يدعو كل قادر على الخروج في 9 مارس في العام 2012. بهذا الوضوح يجب أن تكون الإرادة فولاذية وحديدية. نحن لا ننتحر هنا، نحن نمارس حقوقنا في إطار القانون، حتى في إطار ما يسمى بدستور 2002. نحن لا ننتحر هنا لأننا أصحاب حق، ويجب على نظام آل خليفة أن يحترم هذا الحق في التظاهر وفي التعبير عن الرأي. نحن هنا لا نريد أن نسجن أو نقتل، لكننا أيضا لا نريد أن نذبح كالخراف. إما أن نموت موت أحرار أو أن ننتصر. هذا الشعب إن شاء الله، وكما قال سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، هو على خير في دينه، هو على خير في دنياه إن شاء الله، وهو يسير على طريق النصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.